مع بعض بأول وصفة معانا وهي عجينة الطعمية. نقول مع بعض إيه هي المقادير بتاعتنا. عندي الفول، الفول هنقعه قبلها بيوم، أهم حاجة لازم يتنقع ويبقى طري جدا. عندنا الفول، عندي الكرات، الكزبرة والبقدونس، وعندي البصل، الملح، الكزبرة الناشفة، والثوم. طبعا زي ما احنا عارفين لو انا ما عنديش الكرات، لو مش متوفر هعمل شبت بقدونس وكزبرة، لو متوفر الكرات طبعا هيبقى احسن كتير، هعمل بس الشبت، قصدي هعمل بس الكرات مع البقدونس والكزبرة. ودي وصفة عمتي هبة، عايزاكم بقى ايه تجربوها، هتعجبكم جدا، احلى طعمية على اصولها ممكن ناكلها. زي ما اتفقت معاكم ان الفول يكون منقوع قبلها فهيبقى طري جدا، ولما نيجي نعمله نطحنه هيبقى سهل، هنحطه في الكبة ونطحنه كلنا اهو كده. وطبعا برضو انا عامله لكم ايه العجينة الجاهزة عشان تبقى نسيبها شوية، المفروض تبقى هشة اهو وتتحمر وهتطلع طعمها بيكون طعم جدا جدا، وهي ايه معمولة في البيت فريش كده، غير خالص اللي بنجيبها طبعا جاهزة. كده ونطحن ونزود تاني على ايه حسب الكبة ما تاخد بتاعتنا. اوكي بس نطحن ونزود بقية الحاجات. هن ايه هننزل ونطلع علشان كله يتطحن ويبقى حلو. هنحط حوالي 3 فصوص من الثوم، وهنحط الكزبرة، نحط الملح، وهنحط البصل اهو، ونفرمه كله مع بعضه. بصوا كده بقى معايا العجينة اهي جاهزة، بس انا هسيبها علشان تنفش، فهسيبها احطها في بولة واسيبها، ونطلع بقى ايه اللي احنا عاملينها. هلو هجيب بولة كده هحطها فيها. وهسيبها ايه تهدى خالص مع نفسها. نطلع بقى العجينة الجاهزة اللي انا عاملاها، وبصوا سايباها ترتاح شوية فشكلها بقى جميل جدا ومسكت نفسها. الطريقة دي هتعجبكم سهلة وجميلة جدا. الطعمية انا دايما لما بحب اقليها بحب اعملها صغيرة عشان تطلع هشة وما تبقاش ناشفة معايا، او يعني طعمها ما يبقاش مظبوط. فانا ايه بجيب المعلقة وهعمل كده اهو، يدوب على قد المعلقة، وهعمل كده. سهلة جدا، وبعدين بقى تطلع لكم طازة كده وحلوة وبيتي، بتبقى قصة تانية خالص لما بتتعمل في البيت، وطعمها بجد بيطلع حلو جدا، يعني هتدوقوه وتشكروني عليه او هتشكروا عمته هبة عليه. يطلع معانا طبق جميل جدا.